بيبدأ الفيلم بواحدة اسمها كريستين وهي في رحلة لجزيرة في تايلاند مع جوزها نيل، لأن نيل مراسل صحفي أمريكي، وبيكون نيل وكريستين في رحلة للجزيرة دي عشان ينقل صورة عن تقاليد الجزيرة دي للعالم. وهو في الفندق بتصحى كريستين وهي مستغربة من وجودها في أوضتها لأنها مش فاكرة هي وصلت هنا إزاي، وده بسبب إن كريستين ونيل كانوا في حفلة بالليل لكنهم مش فاكرين إزاي وصلوا للفندق. فبتروح كريستين تصحي نيل عشان تسأله هما وصلوا للفندق ازاي، لكن نيل مش بيكون فاكر حاجة. وبتلاحظ كريستين ساعتها ان في دم على ايد نيل، لكنها ما بتهتمش لانهم متأخرين على ميعاد الرحلة بتاعتهم ومش عايزين ميعاد الرحلة يفوت عليهم، فبيطلبوا تاكسي عشان يوصلهم للمينا ويلحقوا ميعاد رحلتهم ويرجعوا لبلدهم. وهم في الطريق بتستغرب كريستين من القلادة اللي في رقبتها وبتسأل نيل لو كان يعرف حاجة عنها، لكن نيل بيكون مش فاكر اي حاجة عنها. فبتقاطع كريستين كلام نيل لما بتاخد بالها ان سواق التاكسي ماشي في طريق غلط، فبتطلب كريستين من نيل ان هو يتكلم مع السواق ويطلب منه ان هو يرجعهم لطريق المينا، لكن السواق بيرفض ان هو يكمل الرحلة وبينزلهم من التاكسي فبيكملوا طريقهم للمينا ماشي. ولما بتوصل كريستين ونيل المينا بيلاقوا ان جوازات السفر مش معاهم وبكده مش هيقدروا يسافروا اصلا، لكن مسؤولة المينا بتقول لهم ان في رحلة تانية الساعة 7 بالليل وممكن يلحقوها. واثناء كلامهم بتختفي الشنط بتاع كريستين ونيل لان المسؤولين عن نقل الشنط في المينا خدوهم عشان ينقلوهم على المركب، ومش بيقدر نيل ان هو يرجع الشنط مره تانية، فبيروح على الفندق مره تانية. وهناك بيقرر نيل ان هو يشوف الصور اللي موجوده على الموبايل بتاعه عشان يفتكر ايه اللي حصل بالليل، وبيفضل يقلب في الصور لحد ما بيلاقي فيديو مدته ساعتين ونص، لكن هو مش فاكر انه صور الفيديو ده اصلا. فبيشغل نيل الفيديو وبيشوف كريستين وهي بتتكلم مع صاحبه المطعم اللي كانوا فيه امبارح، وبتقوم كريستين تطلب مشروب غريب، وبيلاحظ نيل من الفيديو انهم بيتصرفوا بشكل غريب كأنهم مهلوسين او فقدين الوعي. وبعد كده بتيجي صاحبة المطعم اللي هم قاعدين فيه واللي بيكون اسمها مادي، وبتدي مادي لكريستين المشروب اللي هي طلبته، وبتديها كمان هدية عبارة عن قلادة شكلها غريب، وبتقول لها ان دي هدية تقدير لشجاعتها. وبعد كده بيشرب نيل وكريستين المشروب، وبعدها بتفقد كريستين الوعي فبياخدها نيل على البيت عشان ترتاح. ولما بيوصلوا للجنينة اللي قدام البيت بيزق نيل كريستين على الارض، وبعدها بيمسك رقبتها وبيفضل يخنقها، وبعد كده بيكسر رقبتها عشان تموت، وبعد كده بيحفر حفرة عشان يدفن فيها كريستين وبيدفنها فيها فعلا. وبتبقى كريستين مش مصدقة اللي هي شايفاه قدامها في الفيديو، وبتفقد اعصابها وبتطلع تجري على الحمام وبتقفل على نفسها الباب. فبتحاول ان هي تخلع القلادة الغريبة اللي هي لابساها، ولكن اول ما بتخلعها بتفقد الوعي وبتبدأ تنزل تراب من بقها كتير، فبيكسر نيل باب الحمام. ولما بيخش بيلاقي كريستين قاعدة على الارض من التعب، وفجأة بتدخل عليهم واحدة اسمها سامانتا وبيكون معاها بنتها نسيدة، وبيكون الاتنين دول هما مستأجرين المكان اللي فيه نيل وكريستين لان المفروض ان رحلة نيل وقتها خلصت. فبيخرج نيل وكريستين من الفندق، لكن سامانتا بتقول لهم ان ممكن يقعدوا معاهم لحد ما يجي ميعاد رحلتهم، فبيشكرها نيل وبيطلب منها ان هي توديهم للطبيب عشان يطمنوا على كريستين. فبتقول له سامانتا ان في طبيب واحد على الجزيرة وهي عارفة مكان الطبيب ده فهتوديهم، وبيروحوا كلهم عند الطبيب ده عشان يطمنوا على كريستين. وهناك بيقول لهم الطبيب ان التعب اللي عند كريستين مجرد هلاوس بسبب المشروب اللي هم شربوه، لان المشروب ده بيلعب بالعقل وبيسبب تهيؤات وهلاوس، لكن بعد فترة قليلة بيروح مفعوله وهترجع كريستين زي الاول. في الوقت ده بتشوف كريستين ثلاث اطفال قدامها، ولكن شكلهم بيكون غريب لان عينهم وبقهم متغميين. فبتروح كريستين ونيل يقعدوا في مطعم في الجزيرة علشان تهدي كريستين اعصابها، وهناك بيعدي من قدامهم مجموعة من الناس شكلهم غريب، لكن بيعرف نيل ان الناس دي بتحتفل بمهرجان في المدينة، فبيطلب من كريستين انه يقوم يصورهم لان ده غرضه من الرحلة اصلا ان هو ينقل حضارة الجزيرة. فبيفضل ماشي وراهم ويصورهم لحد ما بيدخلوا في ممر مزدحم، وفجأة بيجري واحد من جنب نيل وبيسرق موبايل نيل، فبيجري نيل وراه عشان يرجع تليفونه، وبيقدر نيل يلحق الحرامي ده وبيكتشف ان هو ده السواق اللي رفض يوصلهم للمينا، فبيضربوا نيل وبياخدوا التليفون وبيرجع للمطعم. وفي المطعم بتحس كريستين ان هي هتفقد الوعي بعد ما خلعت القلادة الغريبة اللي كانت على رقبتها وسابتها على الترابيزة، فبتجري للحمام بسرعة. وهناك بتفقد كريستين وعيها وبتحلم ان هي مربوطة في سرير في الغابة وحواليها ناس عينيهم وبقهم متخيطين، وبيكونوا بيعملوا لها عملية، فبتخاف كريستين وبتفضل تزعق. في الوقت ده بيوصل نيل المطعم ومش بيلاقي كريستين في مكانها، فبيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها فقد الوعي، فبيشيلها نيل وبيوديها الحمام وبيبقى عاوز يعرف منها ايه اللي حصل، لكنها مش بتعرف تتكلم لان في حد واقف وراه وبيكون بيتصنت عليهم فبيمشوا من المكان ده. ولما بيبعدوا عن المطعم بتحكي كريستين
كريستين لنيل على الحلم بتاعها، وبتقوله ان هي قلعت القلادة دي وسابتها على الترابيزة في المطعم. ولما جه نيل كانت القلادة في رقبة كريستين، واثناء ما كريستين بتتكلم بتشوف نادي قدامها خارجة من مكان بيتعمل فيه التاتو، فبتجري وراها عشان تلحقها، لكن مش بتلحق كريستين توصلها وبتهرب مادي. فبترجع كريستين على مكان التاتو وبتدخل تسأل على مادي، وبتلاحظ كريستين ان كل الناس في المكان مركزين معاها وبيحترموها بشكل غير مبرر. حتى الراجل الضخم ده بيقوم يحضنها وبيشكرها على تضحيتها، لكن هي بتكون مش فاهمة حاجة. في الوقت ده بتقول كان ده صاحبة المكان لكريستين على عنوان المكان اللي كانوا موجودين فيه مبارح. فبيروح نيل وكريستين لمادي عشان يسألوه على المشروب، فبتقول لهم مادي ان المشروب ده مشروب سحري، وان كريستين هي اللي طلبت المشروب ده، وان القلادة اللي على رقبتها دي مش ملك الحد، والقلادة دي هي اللي بتختار صاحبها، وما ينفعش كريستين تدي القلادة دي لحد تاني. فبعدها بيسألها نيل على جوازات السفر بتاعتهم، فبتقول له مادي ان هي لقت جواز سفر واحد بتاع نيل. وفجأة بتجمع كل الزباين اللي في المكان قدام كريستين، وبيفضل يقولوا ترانيم غريبة بصوت عالي، فبيفهم نيل انهم المفروض يمشوا، فبياخد كريستين وبيمشوا. وبيرجعوا للفندق مرة تانية، وبيقول نيل لكريستين ان جار سامانتا عنده مركب هينقلهم برا الجزيرة. فبيروح نيل وكريستين على الشاطئ بعد ما بيحضروا الشنط عشان يركبوا المركب مع جار سامانتا. وعلى الشاطئ بيكون في راجل صياد بيقطع سمكة، لكنه بيستخدم سكينة اكبر من حجم السمكة، والصياد ده بيستنى لما كريستين تبعد عن نيل علشان تلقط شبكة على التليفون. وساعتها بيقول الصياد حاجة لنيل بتخليه ياخد السكينة من الصياد ويفضل يعار في نفسه بالسكينة. وبتشوفه في الوقت ده كريستين، فبتجري في اتجاه نيل علشان تلحقه، ولكنها مش بتلحق توصله. وبتفقد كريستين وعيها، واول ما بتفوق بتلاقي سامانتا موجوده، وبيكون في ضابط شرطه بيحقق معاها وبيقول لها ان جوزها ما كانش موجود معاها اصلا، وان هي كانت لوحدها في المكان ده. فبتفضل كريستين تزعق له وتقوله ان نيل كان موجود على الشط، وان هو كمان قتل نفسه قدام عينيها. فبتجري كريستين في اتجاه الشط عشان توري الضابط المركب اللي كانوا هيركبوها، لكنها مش بتلاقي المركب ولا بتلاقي نيل. فبتنهار كريستين وبتاخدها سامانتا على البيت عشان تريح اعصابها. وفي بيت سامانتا بتكون كريستين واقفه في البلكونه، وفجاه بتنزل كريستين للحديقه تتمشى، وبيتهيأ لها وهي في الحديقه ان ده المكان اللي مات فيه نيل. وبتشوف جثه نيل، فبتجري في اتجاهها، واول ما بتوصل عندها مش بتلاقي نيل، وبتلاقي ان الارض كلها مليانه جثث لكن صاحيه. فبتصرخ بصوت عالي، وفجاه بتنادي سامانتا على كريستين عشان تديها التليفون، وبتقول لها ان نيل بيتصل بيها. فبتجري في اتجاه سامانتا وبتاخد التليفون تكلم نيل، لكنها مش بتسمع اي حاجه، وفجاه بيتقطع الخط. فبتسال كريستين سامانتا لو كان نيل قال لها حاجه، فبتقول لها سامانتا ان هو ما قالش حاجه. فبتطلب كريستين منها ان هي توديها بعربيتها للمطعم بتاع مادي، فبتوافق سامانتا وبتوديها فعلا. ولما بيوصلوا هناك بتقرر كريستين ان هي تدخل لوحدها، فبتدخل وبتلاقي المطعم فاضي والتليفون بيرن. فبترد على التليفون وبتسمع صوت غريب، وفجأة بتتخيل الجثث اللي بتفضل تحلم بيهم، واول ما بتقرب منهم بتفقد وعيها. ولما بتفوق بتلاقي نفسها في بيت سامانتا، وبتلاقي سامانتا بتقول لها ان هي فقدت الوعي اول ما نزلت من العربية، علشان كده سامانتا بتقول لها ان هي نقلتها البيت بسرعة. فبتدخل كريستين الحمام عشان تفتكر اللي حصل في مطعم مادي، وفي الحمام بتقع منها القلادة وبتبدأ تفقد وعيها، لكن بتجري سامانتا في اتجاه الحمام وبتنقذ كريستين وبتلبسها القلادة تاني. فبتقول لها كريستين ان هي لازم تروح للدكتور مرة تانية، لكنها تستنى لما ترجع على امريكا. لكن سامانتا بتقول لها ان هي لازم تروح لدكتور الجزيرة، لانه هيكون عارف اكتر عن الجزيرة وسحرها وهو اللي هيقدر يعالجها. فبتروح كريستين معاها للدكتور، وهناك بيعملوا سونار لكريستين وبيلاقوا ان هي حامل، لكن كريستين مش بتكون مصدقة ان هي حامل، لان الاطباء كانوا بيقولوا لها ان هي مش بتخلف. وفجأة جهاز السونار بيطلع منه صوت غريب، وبيظهر على الشاشة شكل كائن غريب في بطن كريستين. فبتحاول مساعدة الدكتور تديها حقنة مسكنة، لكن كريستين بترفض وبتجري منها. في الوقت ده بتشوف كريستين ان كندا موجودة في نفس المكان اللي فيه العيادة، لكنها فجأة بتختفي. فبتقرر ان هي تروح لكندا عشان هي اكيد مخبية عليها حاجة. ولما بتوصل على محل كندا بتلاقيها مستنياها هناك، وبتكون ماسكة مسدس لكنها مش ناوية تأذي بيه كريستين. فبتسأل كريستين كندا اذا كانت تعرف حاجة عن حملها لازم هي تعرفها. فبتقول لها كندا ان اهل الجزيرة بيأمنوا بانهم لو قدموا قرابين للالهة يقدروا يحققوا اللي هم عايزينه، وبتقول لها ان اهل الجزيرة هيقدموها قربان للالهة عشان يمنعوا العاصفة من ان هي تأذي الجزيرة، وان اشباح الستات الحوامل اللي قدموها اهل الجزيرة كقرابين قبل كده هي اللي بتظهر لكريستين عشان تأهلها ان هي تتقدم كقربان، وان هم السبب في ان هي تكون حامل عشان تتقدم كقربان، لان اهل الجزيرة مؤمنين بان روح الست الحامل بتكون انقى من اي روح تانية، عشان كده هم بيقدموا القرابين دي ستات حوامل. فبتفقد كريستين اعصابها، خصوصا لانها مش بتكون مصدقة ان نيل كان عارف.
وان هو متفق مع اهل الجزيرة عشان يضحوا بكريستين. فبتقول لها كندا ان ده ما كانش نيل، لكن دول اهل الجزيرة هما اللي كانوا متحكمين في نيل لما شرب المشروب. وبتوريها السائل ده وبتفهمها ان هو بيتحكم في العقل. وبعدين بتقول كندا ان اهل الجزيرة هما اللي خلوا نيل يدفن كريستين في ارض الجزيرة، وان السبب في ان هي لسه عايشة لحد دلوقت هو القلادة اللي على صدرها عشان تفضل معاهم لحد ما يقدموها قربان للآلهة. وفجأة بتسمع كندا صوت الجرس بيرن، فبتخلي كريستين تدخل تقعد مع ابنها لحد ما تشوف مين اللي بيرن الجرس. فبتطلع كندا تشوف مين، فبتلاقي الدكتور بتاع الجزيرة. فبيدخل الدكتور وبيطلب من كندا الالوان اللي بتستخدمها في رسم التاتو. وبعد ما بياخد الدكتور الالوان منها بيلاحظ ان في ايديها المشروب، فبيهمس الدكتور في ودن كندا وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بتطلع كريستين تشوف كندا، فبتلاقي ان هي ماسكه سيخ حديد وبتقتل بيه نفسها. وبتحذر كريستين من اهل الجزيرة وبتقول لها تهرب. فبتاخد كريستين المسدس اللي كان مع كندا وبتهرب. وبتطلع تجري في الجزيرة وبتطلب من اي حد ان هو يساعدها، لكنهم كلهم بيرفضوا. وفجأة بتظهر هنا سامانتا وبتقول لها ان هي لازم تمشيها من هنا لان ده وقت العاصفة، وهي لازم تحافظ عليها وتوصلها للميناء عشان تهرب من الجزيرة. فبتستغرب كريستين ان كندا لابسه نفس اللبس بتاع المهرجان اللي بيتكلم عليه اهل الجزيرة، لكن كريستين ما بتهتمش وبتروح مع سامانتا عشان توصلها للميناء وتهرب من الجزيرة. واثناء ما هم في الطريق بتقول ناسيدا ان ده مش الطريق للميناء، فبتزعق لها سامانتا عشان تسكت. فبتاخد كريستين بالها ان سامانتا بتكذب عليها، فبتطلب منها ان هي تقول لها الحقيقة. فبتقول لها ان هي عارفة ان هي هتتقدم كقربان، وان ناسيدا مش بنتها، ولكن هي بنت واحدة من اللي اتطوعوا قبل كده عشان يتقدموا كقربان عشان يحافظوا على سلامة الجزيرة. وبتقول سامانتا ان هي عايشة في الجزيرة بقالها 26 سنة، وكانت جاية هنا وهي مريضة بالكانسر، والجزيرة عالجتها ولسه عايشة لحد النهاردة. وبتقول لها كمان ان نيل فعلا قتل نفسه وان دي ما كانتش تهيؤات. فبتتعصب كريستين عليها وبتطلع المسدس اللي اخدته من كندا. وبعدها بتربط حزام الامان وبتضرب سامانتا بالمسدس. فبتتخبط العربية في الشجرة وبتنزل كريستين من العربية وبتبدأ تجري في الغابة عشان تهرب من الجزيرة، لكنها فجأة بتلاقي مادي قدامها وبتكون لابسة قناع غريب على وشها. وبعدها بيجي ناس كتير يلفوا حوالين كريستين، وبيقوم واحد منهم ضرب كريستين على دماغها، فبتفقد هنا الوعي وبينقلوها لمكان تاني. ولما بتفوق بتلاقي قدامها باب كبير، فبتفتحه وبتدخل وبتلاقي ان هي في مكان غريب وفي ممر معمول عشانها من اهل الجزيرة. وبتشوف قدامها مادي ونسيدة، وفجأة بتظهر ست كبيرة وبتنفخ في وش كريستين دخان فيه مخدر، فبتفقد كريستين وعيها مرة تانية. ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في عمود قديم، وبتلاقي مادي قدامها. فبتقول لها مادي ان كل اهل الجزيرة بيشكروها لان هي اتضحى عشانهم، وكمان بيشكروها لان هي مهربتش من الجزيرة، وبيقولوا لها ان ده الوقت اللي هتتقدم فيه كقربان. وفي الوقت ده بيظهر طبيب الجزيرة وبيكون هو اللي هيقوم بالمراسم وهيقوم بعملية الولادة لكريستين. وبتكون مادي هي اللي هتخيط لكريستين عينيها وبقها. وبيقول طبيب الجزيرة لكريستين ان الطفل اللي في بطنها جزء منه من نيل وجزء تاني من السحر. وبعدها بتجهز مادي الخيط عشان تخيط لكريستين عينيها وبقها. وبتبدأ مادي فعلا تخيط عينيها الاول، وفجأة بتقدر كريستين ان هي تفك الحبل اللي هي مربوطة بيه، وبتمسك سيف من الحرس اللي حواليها وبتهددهم كلهم. وبتطلب من الضابط ان هو يقول لها على مكان القارب، فبيشاور لها الضابط عليه. فبتجري كريستين في اتجاه القارب عشان تهرب من الجزيرة، وبيجري وراها كل اهل الجزيرة، لكن كريستين بتقدر ان هي توصل للقارب وتهرب منهم. وتاني يوم بتوصل العاصفة لكل الجزر اللي موجودة في تايلاند، وبتعدي بسلام على كل الجزر ما عدا الجزيرة اللي كانت فيها كريستين، والعاصفة كانت السبب في ان الجزيرة كلها تتدمر. وبتبقى كريستين في البحر، فبيشوفها قارب انقاذ وبينزلوا عشان ينقذوها، لكنهم بيلاقوها ماتت. فبيرجعوا بيها للجزيرة وبيحطوها في اكياس الموتى مع باقي الجثث من الجزيرة، وبيحطوا معاها القلادة تاني. وفجأة بتفتح كريستين عينيها وبتكون لسه ما ماتتش. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وتقدر كمان تقترح علينا أفلام في التعليقات نلخصها على صفحة فيلم تشينو. وما تنساش تعمل فولو لصفحة عبد عاطف عشان تتابع الملخصات الكوميدية. ويلا سلام.